ان احنا فعلا بنفكر افكار غير تقليديه، وبالتالي كان من نتيجتها موضوع الماتش ميكنج اللي بيتم ما بين شركات القطاع والمستفيدين في قطاع الصناعه. وزي ما قلنا ان شاء الله ده توجه محمود بنسنده بكل قوه. تحيه شكر وتقدير واعتزاز للروح قبل ما نتكلم على الاستراتيجيه، قبل ما نتكلم على النيو لوك، ولكن الروح، روح التكامل، روح الفريق والعمل الجماعي، سواء كان على مستوى اعضاء مجلس اداره الغرفه او ما بين الغرفه وجمعيه الاتصال وشعبه الحاسبات. وده يمكن كان من ضمن اولوياتي لما شرفت بتولي مسؤوليه الوزاره، ان احنا ازاي كلنا نعمل بروح الفريق الواحد، نعمل بتكامل، نعمل بان احنا كلنا يبقى عندنا هدف واضح، استراتيجيه واضحه، اليات واضحه للتنفيذ. يمكن اللي قاله النهارده المهندس خالد وانا قاعد بقول وشاعر بالسعاده، ان هو فعلا ما كنا نامله تحقق بحرفيه عاليه وبمصداقيه، واعتقد ان شاء الله هيبقى له مردود ايجابي جدا جدا على قطاع الاتصالات ككل. يمكن انا عايز برضو اخد الفرصه واستعرض مع حضراتكم بعض الحاجات اللي يمكن بعضكم يعني عنده معلومات عليها وبعض الاخر لا يملك هذه المعلومات، ففرصه ان احنا في قطاعنا وما بين الاخوه والاخوات والزملاء رفقاء الطريق والانشطه، ان احنا من ضمن الحاجات زي ما خالد قال كان لازم من اول يوم تولينا فيه المسؤوليه ان احنا نتحرك على التوازي ما بين يبقى عندنا اهداف قصيره المدى نحاول نحققها، لان ما فيش شك انا اتولدت في يناير 2013 يعني تقريبا يعني بعد سنه من سنتين من الثوره، ونعلم تماما مدى التحديات اللي كان بيمر بها القطاع في ظروف شديده الصعوبه علينا كلنا كزملاء في هذا القطاع. وكان في معاناه شديده جدا وبالذات للشركات الصغيره ومتناهيه الصغر. وبالتالي كان من ضمن الاهداف ازاي نقدر ننشط القطاع باسرع ما يمكن، ازاي زي ما سمعت من بعض الشركات اللي الحمد لله ربنا وفقنا مع بعض ان احنا نعمل سويا، ونقول في كان قبله حياه لهذه الشركات، يمكن قبله الحياه دي امتدت لاكثر من 370 شركه. كنا نعلم تماما مدى المعاناه اللي كانوا بيعانوها، ويمكن احنا عملنا مبادرتين تحفيزيتين في مايو 2013 وفي ابريل 2014، استفاد منهم اكثر من 350 شركه صغيره ومتناهيه الصغر بموازنه وصلت حوالي 50 مليون. كان في شركات تعاني من مشاكل متلاحقه نتيجه عدم استطاعتها تحصيل مستحقاتها لما تم اثناء الثوره، وبالتالي امكن التواصل مع هذه الشركات وتم حل مشكله 16 شركه من 26 شركه كان لها مستحقات ماليه وصلت لحوالي 44 مليون جنيه. كان المهم جدا ان احنا في نفس الوقت نحاول نضخ مشاريع للقطاع عشان نقدر ننشطه، والحمد لله يعني حتى وقتنا هذا تم ضخ مشاريع مباشره تزيد عن 300 مليون جنيه. وفي نفس الوقت شركات التدريب كانت تعاني معاناه شديده، نستطيع نقول النهارده ان شركات التدريب اصبحت من اهم ركائز هذا القطاع، وتم الحمد لله توفير موازنه وصلت لحوالي 100 مليون جنيه، تم تدريب ما يربو عن 10,000 محترف سواء في التدريب التخصصي او التدريب الاحترافي او التدريب من اجل التشغيل في محافظات مصر المختلفه. وكان من نتيجتها الحمد لله ان هذه الشركات، وانا شفت بعض هذه الشركات النهارده، وصلت على اعلى مستوى من الاحترافيه ومن التكامل مع القطاع في ضوء استراتيجيه عامه كلنا بنتحرك فيها.
وكان زي ما قلت من المهم جدا ان احنا نحقق التكامل سواء على مستوى الوزارة او القطاعات التابعة لها. واعتقد كلكم تلمسوا مدى الجهد المبذول، ازلنا كثير من التكرارية من عمل الوزارة والقطاعات المختلفة. كان في هدر للطاقات، كان في تداخل في الاختصاصات، كان في هدر الأموال، وبالتالي كان من أول الخطوات اللي خدتها تنفيذيا إن أنا جبت مساعد وزير للإنستيتيوشن ديفلوبمنت عشان نعمل اللي أنا بقول لحضراتكم عليه. وكان من أهم هذه الخطوات مش بس إن إحنا بنعمل التكامل ما بين الوزارة وقطاعاتها، ولكن الوزارة وشركائنا الأساسيين